باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في مقولة متاخدة من مايمر، المقولة دي بتقول لا يكلل إلا من انتصر، ولا ينتصر إلا من حارب، ولا يحارب إلا من له عدو. تاني، محدش هياخد إكليل في السماء إلا إذا انتصر، وده قاله رب المجد يسوع المسيح للسبع أسقفة بسفر الرؤيا: من يغلب فسأعطيه، من يغلب فسأعطيه، من يغلب فسأعطيه. يبقى أراجع تاني، لا يكلل إلا إيه؟ المنتصر، ولا ينتصر إلا من حارب، ولا يحارب إلا من له عدو. موضوع الحروب الروحية اهتم بيه الآباء قوي قوي، ويمكن عشان كده كرسنا النهضة السنة دي كلها لموضوع الحروب الروحية، وكتبوا كتير قوي عن الحروب وفنونها وكيفية الانتصار فيها من خلال خبرات آباء الرهبنة في حروبهم الشديدة قوي ضد عدو الخير. ويمكن أشهر من كتب في مواضيع أو موضوع الحروب الروحية واحد من كنيسة الروم اسمه ثيوفان الناسك، واعتقد ان كنيسة ماري جرجس سبورتينج ترجمت الكتاب بتاع الحروب الروحية دوت في 4 أجزاء. وبعدين كمان قداسة البابا شنودة الله ينيح نفسه كتب كتابين، الكتاب الاولاني اسمه حروب الشياطين، والكتاب الثاني اسمه الحروب الروحية. احنا النهاردة في السلسلة بتاعتنا عنوانها حروب داخلا وحروب خارجا، او حروب من داخلك وحروب من خارجك. الاباء اهتموا بتقسيم الحرب علشان نفهم ان الانسان فينا بيتحارب بنوعين من الحروب، حرب من جواه وحرب من براه. طب ايه الفرق بين الحرب اللي من جواه والحرب اللي من براه؟ نتكلم كده في الاول 5 دقايق عن ايه الحروب اللي من جواه. الحروب اللي من جوه معناها مصدرها الإنسان، يعني أنا اللي بحارب نفسي، أنا اللي بوقع نفسي، الشيطان ما تدخلش وما عملش حاجة. إزاي الكلام ده؟ الحروب الداخلية معناها حروب الأفكار اللي بتكون جوه الإنسان، وممكن تكون أفكار هدامة الشيطان ما عملش حاجة فيها. يعني الشيطان ما عملش حاجة فيها؟ يعني الشيطان ما بعتش الفكرة ولا حاجة، ده أنا الفكرة دي جوايا كل شوية أدخلها، أدخل إيدي وأطلع الفكرة وأخليها تعذبني وأرجع أقول إن أنا بتحارب. أهو ده نوع من أنواع الحروب الداخلية، الشيطان ما عملش حاجة، ده الفكرة جوايا أنا. زي واحد عنده مثلا أفكار شك في اللي حواليه، ما يثقش في حد، الشيطان الحقيقة ما حطهاش ولا حاجة، هي دي جواه كده، تركيبته كده. وبعض الأفكار الداخلية التانية أفكار الشهوة. واحد بيحب الأكل قوي قوي، شهواني في أكله، فده الشيطان الحقيقة ما يحاربوش. يحاربه ليه؟ إذا كان هو بنفسه مش قادر يصوم، هو بنفسه مش قادر ينقطع عن الأكل، هو بنفسه حتى في الصوم يفكر زي جبنة صيامي وجاتو صيامي وتورتة صيامي ولحمة صيامي ولانشون صيامي، مش كده بيعملوا كده؟ فالراجل ده يحاربه الشيطان ليه؟ الشيطان يبتدي يحارب واحد بيصوم لغايه 7 العصر فيخبط فيه بقى يقول لك لا ده شدد حيله، لكن لما انا اكون مغلوب من شهوتي يحاربني ليه الشيطان؟ يبقى دي حرب ايه؟ داخليه ولا خارجيه؟ داخليه، الشيطان ملوش دعوه بيها خالص. وممكن تاني حاجه من الحروب الداخليه بتبقى حاجه جوه طبيعه الانسان بيتهزم منها، زي مثلا واحده تقول انا حساسه قوي قوي، فازعل من اقل حاجه، من اقل كلمه، الشيطان الحقيقه ما عملش حاجه. هي في واحده كانت مشغوله ما سلمتش عليها بحراره، اخذت نفسها وقفلت على نفسها الاوضه وفضلت مشاعرها الصعبه قوي توجعها وتجرحها، الشيطان ما عملش حاجه الحقيقه، هي مع نفسها كده، هي مع نفسها كده. دي اسمها حروب ايه؟ داخليه. ومن الحروب الداخليه كمان
الرغبة في المعرفة الضارة. واحد عنده كريوسيتي، طبيعته كده الفضول. الفضول في العلم كويس، الفضول في انك تعرف حاجة في ألحان الكنيسة، في طقس الكنيسة، انك تاخد كورسات كمبيوتر، حاجة كويسة. لكن انا عندي طموح ان انا اتفرج على حاجات غلط. ده منين دي؟ الشيطان ملوش دعوة بالحقيقة، انا اللي عندي طموح. يعني الشيطان بيتفرج عليا، انا اللي بسعى لهذه المعرفة الخاطئة. تبقى دي من جوايا ولا من برايا؟ من جوايا. دي اسمها حروب داخلية. وعلشان الاباء يفرقوا ما بين الحروب الداخلية والحروب الخارجية، في حكايتين معروفين وكلكم حافظينهم، يعني بتحكي ازاي الانسان ممكن تكون الحرب من جواه مش من براه. الحكاية الاولانية بتاعت الراهب والبيضة، تالي كلكم عارفينها من كتر ما اتحكت. راهب في الصوم اتحارب من جواه انه عاوز يفطر في وسط الصوم. على فكرة القصة دي مش حقيقية، دي قصة في الادب الرهباني، بس بيشرحوا بيها حقيقة روحية ان الحرب ممكن تكون منين؟ من جواك. فبيقول دخل عيشة الفراخ بتاعت البير بتاعت الدير وسرق بيضة، حبك ياكل بيضة، يعني خلاص بقى الشهوة قامت جواه انه عاوز ياكل بيض النهاردة. طب يعمل ايه في البيض؟ لا في كنكة في القلاية يسلقها ولا في حاجة يقلي فيها. طب يعمل ايه؟ جات له فكر غريبة قوي، ان عنده شمع في القلاية عشان يقول عليه التسبيحة، فولع الشمع ومسك البيضة بصوابعه وفضل يقلب البيض على الايه؟ على الشمع. البيضة طبعا ما تستويش بالشكل ده، الكالسيوم بتاع القشرة يشيط، ريحتها شياط شوية، البيضة ابتدت تشيط وهو ابتدى يتلسع، فمعرفش يمسكها، راح توقع من ايده من اللسعة، يعني وقعت من ايده، فالايه؟ وقعت على الارض، اتكسرت، اتبرشت يعني البيضة. فراح بص للبيضة كده، يا عيني حصل ايه؟ ما كلهاش، يعني تمم شهوته. فقال اقدم توبة، فوقف كده وقال اللهم اخزيك يا شيطان. بيقول لك في اللحظة دي الشيطان ظهر له، قال له انت بتقول اللهم اخزيك يا شيطان؟ ده انت استاذ. ده انا عمري ما كانت هتجيلي الفكرة انك تجيب البيضة وتحطها على الشمعة وتقلبها. ده انا من هنا ورايح لما احب اغوي واحد اجي اسألك انت. يبقى هو انتوا حاجه كده، اي حاجه يا بشر تقول الله ما يخزيك يا شيطان، ده انت سبب الخطيه. يعني دي قصه. الحكايه الثانيه قريبه منها، واحد راهب طالب رهبانه لسه بالجلابيه البيضه ولا الجلابيه اللبني، وراح يعترف عند رئيس الدير. فكل ما يروح يعترف يقول له الحقيقه يا ابونا حللني، الشيطان غواني وخلاني اعمل كذا، وبعدها بشوية الشيطان غواني وخلاني أعمل كذا، وبعدها بشوية الشيطان حاربني ووقعني وغواني وخلاني أعمل كذا. بعد خمس خطية الشيطان ما طقش فظهر، قال له صدقني يا ابونا اسمه لسه ما طلعش عندنا عشان نحاربه. يعني كل اللي بيقع فيه بيقع فيه منين؟ من نفسه، من شهوته. يعني لما يجي اسمه، لما يبتدي ده يمشي باستقامه بقى ويعرف يعني ايه تسبيحه ويصلي ومطنيات ويقفل على نفسه القلايه ويحبس، نبتدي نحاربه. لكن ده جاي لنا واقع جاهز يعني، والضرب في الميت ادي كنت قلتوها. يعني عمركم شفتوا شيطان هيضيع وقته مع واحد واقع؟ ما تجيش. الشيطان لما يحارب مين؟ اللي ماسك في ربنا، اللي بيجاهد. انا كده قدمت لكم فكره صغيره عن ايه هي الحروب الايه؟ ففي نص الخطايا اللي بنقول فيها الشيطان شاطر والشيطان غلبني وقومت شيطان وقفت شيطان، الحقيقه ما بيبقاش الشيطان ليه دعوه. افحص لعل تكون الحرب من داخلك انت وتتهمها في مين؟ في الشيطان. طب ايه بقى هي الحروب الخارجيه؟ الحروب الخارجيه نتنقل بقى لمستوى تاني، حرب جاياني من بره انا مش مسؤول عنها. زي مثلا على سبيل المثال حروب الشيطان، بس عشان ما اخوفكمش اوعوا تفتكروا ان ربنا بيسمح ان الشيطان يحاربك بحرب فوق طاقتك بدرجه واحده. يعني سمعنا عن قديسين الشيطان كان بيحاربهم، صح؟ ازاي؟ ابو مقارة بيقول لك مره كان بيصلي، ده الحروب بقى الشيطان بقى هيحارب يعني. طبعا احنا اقل احنا في كي جي 1 كي جي 2 الامتحان ده بتاع بكالوريوس، فانتوا مالكمش دعوه اللي انا بقوله. فبيقول لك من كتر ما ابو مقارة كان بيحب الصلاة والشيطان حاول يشوشر عليه، جاب له عصافير تقف في دماغه بيصلي، جاب له مش عارف مين بينادي عليه بيصلي. ففي مرة من المرات الشيطان اتغاظ من كتر صلاته، راح مولع نار في الحصيرة اللي هو واقف عليها.
طب ربنا يسمح لنا ان احنا نتحارب الحرب دي؟ لان دي فوق طاقتنا، احنا ما نقدرش على الحرب دي. فربنا امين وعادل، اوعوا تفتكروا ان لو ربنا ساب الشيطان علينا هنقدر، يعني هو الشيطان محجم، ربنا محجمه قوي وعارف كل انسان فينا طاقته في الحرب قد ايه. فيوم ما الشيطان هيجي يحاربك في جوه الصلاه، اقصى حاجه هيحاربك بيها التشتيت، يقول لك يا طيب اعملي كذا، علقي على الرز الاول بعدين تعالي كملي الصلاه عشان تلحقي الوقت. طب الاحسن حد يخبط فخلي ودك مع الباب، اي حاجه يعني هيجي لنا بحاجات صغيره على قدنا. لكن دي اسمها حرب ايه؟ خارجيه. واول مصدر ليها هو مين؟ الشيطان. وعلشان الشيطان احنا بسبب ضعفنا الروحي لا نقدر نشوف ولا نقدر نتعامل معاه وجها لوجه، ممكن الشيطان يحاربنا عن طريق الناس اللي حوالينا، ناس تنقل لنا كلمه وينفخ، ينفخ في الجمره اللي فيها نار قد كده لغايه لما تبقى حريقه تمسك بلد. دي اسمها حروب خارجيه. الشيطان هو اللي بيقوم ناس عليك، بيخلي الناس تعمل مؤامرات ضدك غيره وحسدا، زي بالظبط ما قوم الكتبه والفريسيين والكهنه ضد المسيح غيره وحسدا. فاهمين؟ يبقى دي حرب ايه؟ خارجيه. تاني نوع من انواع الحروب الخارجيه، احنا بنقول اول مصدر الحروب الخارجيه هي ايه؟ الشيطان. الموضوع طويل شويه النهارده فانا بس ماشي فيه بسرعه. الشيطان. تاني مصدر من الحروب الخارجيه حاجه اسمها العثره. العثره. واحد مثلا يجي يقول لك ايه؟ انا بحب ربنا قوي وبحب الكنيسه وبعدين بحب ربنا ببساطه، فعلا بيحب المسيح، يخش الكنيسه يبتدي يعثر بقى، يلاقي ناس عندها حاجه اسمها النميمه الكنسيه، يقول لك عارف ابونا فلان ده؟ ابونا فلان ده، ابونا فلان في الودن كده، يقول لك ياه هو الكهنه، يقول لك احكي لك على الشمامسه، تعالى بقى على الشمامسه. يقول له بس انا بحب ربنا، يقول لك لا ما اصل انت مخموم، انت مخموم، احكي لك على الخدام. ومره يعسره في الخادم، ومره يعسره في الكاهن، ومره يعسره في الشماس. يقول انت اي واحد كده فاكر في الكنيسه هيربش في الشمامسه معانا؟ ده انت لازم يكون لك معرفه يعني. لا ما هي الكنيسه كده يا ابني زي العالم بالظبط. ادي تبقى حرب ايه؟ ابعد عنكم. خارجيه. وللاسف ممكن الشيطان يستخدمني ويستخدم حضرتك في حرب العثرات. وعشان كده اللي تسمعوه ما تقولهوش، لان في اوقات كتيره قوي ناس بسيطه ما بتبقاش واخده بالها وبتحب ربنا ببساطه بسبب فلسفتنا احنا وكلامنا معاهم، ممكن نعثرهم ونتحبهم وهم بسطة قوي بيحبوا ربنا بمنتهى البساطه. دي اسمها حرب. اسمها حرب الايه؟ العثره. ودي تيجي منين؟ من بره. احكي لكم حكايه على حرب العثره دي. في مره من المرات في كتاب اسمه التلمود، التلمود ده كتاب لليهود كده كاتبينه حكماء اليهود، عباره عن قصص زي بستان الرهبان عندنا كده. في بعض القيم الروحيه. فالقصه بتتكلم على اوعى تعثر انسان في محبته لربنا. حكايه بسيطه وقديمه برضه، بتقول ايه الحكايه دي؟ بتقول ان في مرة من مرات، القصة دي مش حقيقية، القصة دي مش حقيقية. موسى بيطمن على الشعب بيفتقدهم. فراح لواحد راعي بسيط، عاوز يطمن يعني. قال له بتدفع العشور؟ قال له الحقيقة أنا ما عنديش نقدية أدفع عشور لا ذهب ولا فضة. قال له أمال بتعمل إيه؟ قال له ولا حاجة، كل يوم بجيب صحن أحط فيه لبن أشرب ربنا لبن بالليل. قال له إيه؟ قال له بشرب ربنا لبن. قال له ربنا ما بيشربش لبن. قال له لا ربنا بيشرب لبن. قال له ربنا روح بسيط ما بيشربش لبن. قال له لا ربنا بيشرب لبن. قال له ازاي؟ قال له كل يوم بالليل بحلب المعيز اللي عندي في طبق غويط، واطلع الطبق على باب الخيمه، اخش الخيمه انام، اقوم الساعه 4 الصبح اصلي الاقي اللبن كله يبقى ربنا بيشرب لبن ولا ما بيشربش لبن؟ يشرب لبن. الكلام ما عجبش موسى لان ربنا ما بيشربش لبن. وانا وانتم عارفين ان ربنا ايه؟ ما بيشربش لبن. نعمل ايه في الحكايه دي؟ فموسى بقى كبرت في دماغه. القصه دي مش حقيقيه.
او حد يقول لي فين دي في الكتاب المقدس. القصه دي مش حقيقيه، دي قصص قلبها بعض حكماء اليهود عشان ينقلوا معنى روحي لينا. فراح موسى قال له طيب انت طلع اللبن بالليل وانا هجيلك ونقعد مع بعض في الخيمه، بس مش هننام طول الليل، هنعمل خرم كده في الخيمه لغايه لما ايه فضلوا طول الليل. الراجل طلع اللبن على الساعة 3 صباحا، جت كده ذئبة أو ديبة، يعني دب دب، مش دب الدب الكبير اللي هو الذئب يعني اللي عامل زي الكلب ده، ذئبة كده راحت جت ومعاها شوية أطفال رضع صغيرين، شربت اللبن كله، وبعد ما شربت اللبن راحت قاعدة ترضع الإيه؟ الأطفال الصغيرين بتوعها. بعد ما الذئبة مشت مين قام فرحان قوي؟ موسى. قال له شفت؟ قلت لك أنا نبي الله، أنا رجل الله، لما أقول لك ربنا ما بيشربش لبن يبقى ربنا إيه؟ ما بيشربش لبن. وبعدين الراجل حزن قوي بقى، يا نهار مش فايت، طب واللبن اللي فات؟ ما تحسبش عشور ولا تحسب عشور؟ الراجل بسيط قوي والدنيا بالنسبة له قلبت، يعني بقت مشكلته مشكلة كبيرة يعني. المهم بقى موسى مروح فرحان ورافع راسه ان يعني فتح عين الراجل، فبيقول لك قبله ملاك الرب قال له ايه اللي انت عملته ده يا موسى؟ قال له ايه؟ قال له في موضوع الراجل واللبن. قال له وانا عملت حاجه غلط؟ قال له ده انت ربنا زعلان منك قوي. قال له ازاي؟ قال له لانك انت اعترت هذا الانسان البسيط. قال له اعترته ايه؟ ده انا بعلمه. قال له هو مش حمل العلام ده، الراجل ده بسيط قوي، عاوز يقدم حاجة لربنا، مش عارف يقدم حاجة لربنا اللي ما عندوش فلوس، فقال يا رب نادر عليا أطلع لبن، وفي ترتيب الله السابق أن هذه الذئبة مش لاقية تاكل وعندها رضع، فربنا عشان يرضع أولادها خلاها تروح للراجل اللي بيطلع اللبن كل يوم عشان تشربه. فأنت بعقلك وفلسفتك بوظت إيمان إنسان بسيط. طبعا ما تاخدوش القصه دي على زي ما هي كده، لا، احنا طبعا الكنيسه لازم تعلم الناس الصح، بس كانت الفكره اللي في القصه ايه؟ ان اوقات بفلسفتي انا ابوظ انسان بسيط، ادخل كده في لخبطه مع واحد واتعب ايمانه قوي واعثره. دي تبقى حرب داخليه ولا خارجيه؟ خارجيه، لانها جت لي منين؟ من بره. من صور الحروب الخارجيه كمان اصدقاء السوء، أصدقاء السوء اللي بيقدموا الخطية. يا أخي ما جاتش من نفسين، ما جاتش من قعدة، وبعدين أنت راجل وعندك إرادة، إحنا عارفين إنك راجل وعندك، يعني هتجرب وتبطل. أنتوا عارفين القصة سخيفة قوي، إن يضحك عليا وصدق إن أنا عندي إرادة قوية. ما كل اللي وقعوا في الإدمان وقعوا في الإدمان إزاي؟ وكل اللي بيشربوا سجاير ومش عارفين يبطلوا سجاير، مش عارفين يبطلوا سجاير ازاي؟ الله يسامح اول واحد، اغرى واحد، وقدم له عثره او قدم له خطيه مسكت فيه ما بقاش عارف يبطله. انتوا عارفين الايه بتقول ايه؟ ويل ويل لمن تاتي بواسطته العثرات. واصدقاء السوء دول كتير قوي النهارده، كتير قوي النهارده. واصدقاء السوء دول بيعتقدوا ان هم بيعملوا فيك جميل، بيعلموك اللي انت ما تعرفوش ويعرفوك اللي انت ما تعرفوش. يقول لك على فكره لازم الانسان يجرب كل حاجه، مش معنى كده يمسك في كل حاجه. شوفوا الشيطان ومنطقه، يقول لك جرب كل حاجه، والشطاره انك ما تمسكش في ولا حاجه. طب مين قال لك انك انت لما تجرب حاجه مش هتمسك فيك؟ الإنسان بسبب الناس اللي حواليه بيتأثر غصب عنه. أذكر ولد من ولادي، من ولاد ممتازين خدام الكنيسة الحلوين قوي، دخل الجيش سنة ونص كده عسكري، فبيقول لي من كتر الشتيمة اللي كنت بسمعها حواليا وأنا ببقى سايق، أبقى خاف لو حد ضغط عليا أو حد وقف قصادي تطلع شتيمة، لأن بقيت أسمع الشتيمة في دماغي، لأن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. يبقى دي حرب خارجية.
انت مصاحب مين؟ اقول لك كمان سنة سلوكك هيكون ايه. وعلى رأي القديسين لما قالوا كده، امشي مع انسان روحي 10 سنين تتقدم حياتك درجة روحية واحدة، وامشي مع انسان بعيد عن ربنا سنة واحدة حياتك الروحية تنزل 10 درجات. ولادنا بتصاحب مين؟ ولادنا احنا في النوادي بيقعدوا مع مين؟ المدارس اللي بودي فيها ولادي صاحبوا مين وبيعلموهم ايه؟ ما عندكمش فكرة الشر بقى شكله ايه بسبب اصدقاء السوء في ثانوي النهاردة؟ صوروا ثانوي، الولاد بتسأل على المخدرات مش السجاير. كل ده جه منين؟ أصدقاء السوء. يقولوا مالكش دعوة، نجيبها منين دي عليا أنا؟ أخوك واصل وليه سكك. يقولوا كده البعض، ده الأسلوب بتاعهم. يا الزمن بقى صعب قوي. شوفوا وجود لوط في سدوم وعمورة اتسببوا في إيه؟ مراته اتحولت لعمود ملح، وبعد ما خرجوا بناته الاتنين يسكروه عشان يزنوا معاه مع ابوهم. عمركم سمعتوا ان في بنت بتغتصب ابوها بالحيله؟ ايه الخطيه الصعبه دي؟ يقول لك ما اصل هم كانوا عايشين في سدوم وعموره فاخذوا اخلاق سدوم وعموره. دي حرب ايه دي؟ خارجيه. بس انا مسؤول عنها ولا مش مسؤول؟ مسؤول، لان قعدت في وسطهم وما هربتش، قعدت في وسطهم وسمعت كلامهم. انا كده مشيت معاكم بسرعه في ايه الحرب الخارجيه وايه الحرب الايه الداخليه. طب نخش في عنوان جديد. ايه العنوان الجديد ده؟ ايه هي مراحل الحرب الخارجيه؟ هقولهم بسرعه. اول مرحله من مراحل الحرب اسمها العرض. عارفين يعني العرض؟ offering بالانجليزي offer، to offer يعني ايه؟ تقدم حاجه. يعني شوفوا العرض، شوفوا العرض. ايه رايك تيجي معانا تسيب المدام؟ احنا بقالنا كتير من ساعه ما اتخرجنا من الكليه لا عرفنا نتفسح كده ولا كده. سيب المدام ونطلع يومين روقان ترويق في شرم الشيخ. انا ما اعرفش ايه روقان ترويق دي، بس هي جت كده يعني. ايه رايك يا عم؟ لا المدام تزعل. يا عم اضحك عليها بكلمتين وهات لها هديه، بس برضه قول لها انك مخنوق وعاوز تغير. طب بس اصلا يا عم هننبسط يا عم، ده هناك ريحه سدوم وعموره حاجه حلوه كده يعني. ده اسمه العرض. لغايه دلوقتي الانسان وقع ما وقعش، بس شغله الشيطان انه يعمل ايه؟ كيب اوفرنج، يعني يقدم عروض. شغلته انه يقدم عروض. ما تاكل من الشجره دي، الشجره دي حلوه قوي، دي جميله جدا، يوم ما تاكل منها تبقى زي ربنا، بتعرف الخير والشر. انت دلوقتي بتعرف الخير بس، هتاكلها تعرف الاثنين. ايه رايك في الاوفر ده؟ ثمره واحده بعرضين، تاكل الاكله دي تعرف الخير والشر. ايه رايك؟ مش احلى انك تعرف الخير والشر؟ يعرض على سليمان الحكيم، يقول له انت اخذت كل حكمه الله مش كده؟ وبقيت احكم انسان في العالم. يقول له اه. يقول له ايه رايك تعرف حكمه الناس؟ يقول له يعني ايه حكمه الناس؟ الناس لما بتسكر بتحس بايه؟ يعني انت ما تعرفهاش، انا اقول لك بقى. الناس لما بتتجوز كتير تفرق في ايه؟ مش تجرب ويبقى كله عبرانيات كده، واحده عبرانيه، واحده مصريه، واحده اثيوبيه، واحده اوروبيه. جرب يا اخي، جرب يا اخي، اوفر اهو. قيمة الفلوس يا سليمان إذا ما كنتش تعمل لنفسك فراديس ونوافير وأعظم ملوك الأرض. أوفر. طول ما أنت ماشي هتلاقي الشيطان وأعوان الشيطان بيقدموا لك إيه؟ عروض 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 عروض. وعلى فكرة مش كل العروض شريرة. ممكن عرض إن إحنا نفتح بيزنس ورا بيزنس ورا بيزنس والفلوس تكتر وما تعرفش تقول كفاية، وتكون النتيجة انك لا تراعي ولادك ولا تراعي مراتك ولا تراعي ربنا في حياتك وتضيع. يبقى اول مرحلة اسمها مرحلة الايه؟ العرض. قصاد مرحلة العرض دي الانسان يقدر يعمل حاجة اسمها حاجة تانية بقى، القبول او الرفض. ودي مرحلة انت بيتعرض عليك حاجة. بص بقى اقولها لك من الاخر.
لو فكرت شوية هتقع. أصل الشيطان بيقرأ الوش. أول ما قلت طيب هي دي مزاياها إيه وعيوبها إيه؟ يقول لك هو أنت من النوع اللي بيفكر؟ تعالى لي. أصل ما دام أنت بتفكر أنا بفكر أحسن منك. الشطارة إن أول ما يجي لك العرض تصدر له الرفض. الشطارة أول ما يجي لك العرض تصدر له إيه؟ لكن أول ما يقول لك طب تعالى نتفاهم يا أخي ولو كلامي ما عجبكش ما تاخدش مني. عارفين البياع الملح؟ حكيت لكم الحكاية دي. بياع الملح، إيه البياع الملح ده؟ ده يخبط عليك ويقول لك تاخد فاكهتين النهارده، تقول له عندنا فاكهة كتير وكتير. تلاقيه بس هو قرى وشك. لو أنت شاطر ما تفتحلوش الباب. قصدي بتحصل معايا كل مرة. أفتح الباب ألاقي الراجل مقشر لي صباع موزه بالدهون. يقول لي دوق يا ابونا عسل مغربي مش عارف ولا ايه كده. انكسف منه ما دام هو قشر لي الموزه هشتري. بعدين اقول له طب ما في فاكهه، طب كفايه كيلو. يقول لي كيلو ابونا مقامه كيلو؟ اخد الصباطه كلها. سيبوكم من الضحك، نرجع تاني لموضوع الشيطان. انت كده اول ما تبتدي تفتح معاه مجال النقاش هيضحك عليك، هيضحك عليك. فمن الاول الشاطر احفظ النتيجه دي. العرض قدامه ايه؟ رفض. احفظوها كده، دي بالضاد والضاد. عرض قدامه ايه؟ اول ما تخش في نقاش او ارى وشك ان يجي منك سوري في اللي هقوله لك، جاب رجلك خلاص، وقعت رجلك في الخايه. وبعد كده يقع الانسان في مرحله بقى ما بعد ما دام قبل وما رفضش هيقع في اللي جايه اسمها السقوط. ولغايه السقوط، ما بقولش ان السقوط حاجه حلوه، لكن لغايه السقوط اول مره كويس، اديك سقطت وحسيت انك انت وقعت، قوم نفض بقى وارجع وتوب وعيط. وعشان كده معظم الناس اللي سقطت بعد اول سقوط ضميرها وجعها قوي وجرت بالدموع. بس يا ترى بعد السقوط كان في قيامه ولا في عوده للسقوط تاني؟ يبقى في سقوط تاني وتالت ورابع، لغايه لما الانسان يتعود على الشر ويحس ان الدنيا ما فيهاش شر. فيجي لي شاب من الشباب، اوقات الشباب بيستنصحوا قوي في الاعتراف، يقول لي هو يا ابونا في حد ما بيشربش مخدرات الايام دي؟ شوف هو وصل لدرجه ايه؟ بيسالني السؤال ازاي؟ يعني ايه يا ابونا ما فيش حد؟ يعني ايه؟ يعني المخدرات بقت ايه؟ عادي تلاقي في الكشك في الجمعيه بتتباع، يعني الناس كلها بتبيع مخدرات النهارده. شوفوا شوفوا قد ايه الشيطان خلى الانسان يتعود على الخطيه، بقت كلمه مخدرات كلمه ايه؟ عاديه فيها ايه؟ وبعدين ما بنشربش الحاجات التقيله، احنا بنشرب الحاجات الخفيفه. هي بقت فيها خفيفه وتقيله؟ وبعدين يا ابني عاوز تقول ايه تاني؟ شوفوا الشيطان بيجرجرنا في السقوط لغايه بعد ما السقوط كان بيوجع ضميري، السقوط ما بقاش يوجع ضميري. والأسوأ من كده إن أنا أروح أدور على الخطية وأطلبها، لأن بقيت أدمنت الخطية. مش عارف أبطل أقعد على الكمبيوتر. مش عارف إن لما يجي لي تليفون من حد أنا عارف إن لما هرد عليه آخرتها شر أكنسل عليه، لا برد. ولا إن شاء الله هتعدي، إن شاء الله. هو مر ربنا بالموضوع ده كله عشان تقول إن شاء الله؟ قول إن شاء الشيطان. لأنك هتقع. لأنك ما رفضتش. يبقى في مراحل الحرب الخارجية أول مرحلة اسمها إيه؟ العرض. ويقابلها الإنسان بحاجة من الاثنين، يا القبول يا الإيه؟ لو رفض يبقى نجا. طب لو قبل هيخش في السقوط. بعد السقوط في إيه؟ يا سقوط وقيام، يا سقوط واعتياد. تاني، يا سقوط وقيام ويرجع بقى. ويقول كده زي القديسين. ما افتكرش ان الشيطان ضحك عليا في خطيه واحده اكتر من مرتين، ده اللي قام بعد السقوط، وده ربنا يقبله قوي قوي ويفرح بيه. يقول لك هو وقع بس واد جدع، كل ما يقع يرجع لي. وفي واحد بعد ما وقع وقام وقع وقام وقع وقام وقع، راح وقع وبطل يقوم، يقول لك وانا كل مره هقوم ونقع دي تمثيليه بقى، خلينا تحت. ودي اسوأ حاجه في الحروب سواء كانت داخليه او خارجيه، أن الإنسان يستبيح السقوط ويعيش فيه بلا توبة، وتبقى ريحته ريحة إنسان ساقط قدام الله مش إنسان تايب. فضلنا 10 دقايق. في العشر دقايق بقى إحنا قسمنا الموضوع بقى إيه حروب داخلية وحروب خارجية وإيه مراحل السقوط. نتعلم مع بعض
احنا مش جايين ندي محاضره بقى في الحروب بره ولا جوه، احنا جايين نتعلم ازاي ننتصر في الحرب، وده الاهم. كلنا بنتحارب، كلنا بنتحارب، وانا اولكم، والبابا تودروس قبلية، وكل الاساقفه وكل الكهنه. ليه؟ لان الحرب علامه صحيه. ما احنا اتفقنا انك طول ما انت ماسك في ربنا الشيطان هيعمل فيك ايه؟ هيحاربك، وانت سايب ربنا الشيطان يحاربك ما يضيعش وقته معاك. فكلنا بنتحارب. طب ما دام كلنا بنتحارب بقى لازم نتعلم ازاي ننتصر. في العشر دقايق دول هناخد اربع تدريب ازاي ننتصر بنعمه المسيح. التدريب الاولاني من ايه في مزمور. الايه دي بتقول ايه؟ عليه اتكل قلبي فانتصرت. عليه اتكل قلبي فايه؟ فانتصرت. يعني ايه عليه اتكل قلبي؟ انا بتحارب طول النهار. مفيش احلى من انك تقف قدام ربنا وتقول كده انت قلت للرب حرب مع عمليق من دور الى دور. يعني ايه الكلام ده؟ الحرب بتاعتك انت. الحرب بتاعتك انت. علمونا ترتيله كده في مدارس الاحد، دايما اقولها لكم ودايما نسيها ومش حافظ كلامها. بتقول كده ان الشيطان جه يوقع ابن ربنا، كنا في اولى ابتدائي وحفظناها لاولادنا لما بقينا اساتذه في مدارس الاحد. بيقول لك وفي يوم جالي على الشيطان كأمكر الحيات. يعني ايه أمكر الحيات؟ جاي يحاربني. وبعدين راح قال للشيطان في الحرب، الترتيله بتقول كده بس انا مش فاكر كلامها، روح اكذب علشان مش عارف تكسب ايه. فقلت له لا، هو انت جاي تتشطر عليا؟ روح اتشطر على يسوع يا حبيبي. لو انت تقدر على المسيح، لكن انا ما بعرفش حاجه. لكن عليه اتكل قلبي فايه؟ فانتصرت. اللي بيتكل على دراعه وبيتكل على ذاته لازم هيقع. لكن اللي بيتكل على ربنا، ربنا يشيله، لازم يشيله. يقول له اسمع يا رب، ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. ما نعرفش غيرك خالص. الحرب اكبر مني، بخش على السرير الاقي السرير في حروب، اقف اصلي مش عارف اصلي، فاقد سلامي، متوتر، اعمل حاجة، انا مش قده، بس انا ماسك فيك انت يا رب، ماسك فيك انت يا رب. التدريب الاولاني بيقول عليه اتكل قلبي فايه؟ اتكل على ربنا فهو يعولك. المزمور التسعين اللي كلكم حافظينه بيقول ايه؟ لانه تعلق بي انجيه، اشبعه واريه، يسقط عن يسارك وعن يمينك، هيوقع كل اعدائك. والشيطان الظهيره ده ما يقدرش يقرب لك، ما يقدرش يقرب لك. مين اللي يقول ان دانيال لوحده في جب الاسود كان يقدر يعمل حاجه؟ ده الاسود جعان وهو في الهواء تاكل قبل ما ينزل على الارض يكون قطعوه. لكن ربنا موجود. عليه اتكل قلبي، يا رب انت معايا. لو انت يا رب مشيت معايا في وسط النار هتتحول جنه، ولو مشيت معايا في وسط ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. دي نمره واحد. افتكروا الايه اللي قالها ملاك الرب الجدعون، الرب معك يا جبار الباس. لو ربنا معاك وانت متكل عليه تفوت في الحديد. تاني تدريب الرجاء. يعني ايه الرجاء؟ اللي بيحارب الشيطان ده لازم يكون عنده رجاء، لان الشيطان هيخبط فينا، هيخبط وهيوقعنا. مين فينا ما بيتغلبش من طبعه؟ مكسوفين؟ انا بقول لكم انا بتغلب من طبعي مئات المرات وبقع. بس في حاجه، عمري ما افقد الامل ولا الرجاء في عمل ربنا يسوع المسيح فيا. احد القديسين يقول اوعوا تفتكر ان الجنود اللي بتتوج بنياشين في الحرب هي الجنود السليمه. الجند المصاب في الحرب يتوج قبل الجند السليم، لانه اتخبط جامد قوي. فانا وانتوا بنتخبط مش كده؟ اوعى تيأس. هيجي الشيطان يقول لك يا اخي وشي في وشك كده وعيني في عينك، انت ما بتنكسفش،
كم مرة اعترفت بالخطية دي؟ ده انت بقالك 10 سنين بتعترف بيها. انا بقولك من الاخر مفيش فايدة. اول ما الشيطان يقولك مفيش فايدة ترد عليه كلمتين زيه، تقول له مالكش دعوة. هو يقولك مفيش فايدة، انت ترد عليه تقول له ايه؟ مالكش دعوة. دي حاجة بيني وبينه، اصل الهي بيتلكك على فرصة توبة. فاستحمل لص اسمه اللص اليمين طول عمره قطع طريق، وفي كلمة واحدة دخله السماء. مرأة خاطئة، كل الناس عارفة انها امرأة تحترف الخطية وبتاكل من الخطية، قال لها وانا ايضا لا ادينك. مسيح حنين، اطلع منها. طول ما انا كاره الخطية حتى لو لسه ما عرفتش اتوب عنها، ليا مكان في السماء بنعمة المسيح، بس انا بحاول بكل قوتي. فلما يجي يقول لك مفيش فايدة ترد عليه تقول له ايه؟ تاني لما هو يقول لك مفيش فايدة ترد تقول له ايه؟ اطلع انت منها. عارفين لما واحد يجي يوقع بين اثنين فنقول له اطلع انت منها وهي تعمر؟ قول له اللي بيني وبين ربنا انت مالكش دعوة بيه، دي علاقة اب وابن وابن وابوه، يعني انت اطلع براها انت. انت اسمك كده، هو اسمه صانع الخيرات، وانت اسمع وانت كده الشكاي المناكف، من فضلك اطلع منها ومالكش دعوة. يبقى أول حاجة اتكل على ربنا. الآية بتقول ايه؟ لا مش ملعون، ما اتكل على ربنا، ما قلتش كده. تاني، عليه اتكل قلبي فانتصرت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الرجاء. هو يقول لك مفيش فايدة، انت تقول له مالكش دعوة، سهلة دي. مهما كانت خطيتي، تعرف لو عملت أسوأ خطية في العالم بس من كل قلبك بكيت وقلت ارحمني كعظيم رحمتك، لازم هيسامحك، لأن هذه طبيعته. مش عشان انت تستاهل ولا نستاهل، عشان هو ده قلبه. تالت تدريب، ده وقتنا خلص خلاص. تالت تدريب، آية حلوة قوي بتقول قاوموا إبليس، قاوموا إبليس. طب يعني إيه نقاوم إبليس؟ يعني نجيب له عصيان يعني، ولا نعمل له إيه يعني، ولا نعمل له حفرة في الأوضة يخش يتزحلق، ولا أنا مش عارف يعني إيه أقاوم إبليس دي. بيقولوا كلام كبير قوي ومحدش بيفسره لنا. قاوموا إبليس فيهرب منكم. أقاومه إزاي؟ أنا مش عارف أقاومه إزاي. اتملي بكلمة ربنا، وافتكر المسيح قاوم الشيطان في التجربة على الجبل بكلمة واحدة، مكتوب أيضا. على قد ما تتملي بكلام ربنا، وعلى قد ما تتملي بجسده الحقيقي ودمه الأقدس، بتاخد قوة لأن به نتحرك ونوجد ونحن. على قد ما بتحفظ من آيات، وعلى قد ما بتحفظ من الكتاب المقدس، هيجي الشيطان يزقك على خطية، هتلاقي جواك آية بترد عليك وتقول لك كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. الحرب جديدة قوي، هتلاقي آية بتفتكرها بتقول لك حاربوني منذ صباي ولم يقدروا علي. ربنا يقدر عليك انت وكل مملكتك. عاوز تقاوم الشيطان خليك مليان. انتوا عارفين الام اللي عاوزة تخلي ولادها ياكلوا تقول لهم ايه؟ تقول له يا ابني انت ما بتاكلش ولا بتشرب، ده اي ميكروب صغير يخش ما عندكش مقاومة هيرميك. يقول طب اعمل ايه عشان اقاوم الميكروب؟ تقول له كل كويس. لو ما قرناش الانجيل وحفظنا اياته وعرفنا ان في مواقف كده اللي المفروض ايات بقى كده تسندني. انا بميل للياس، اقرا ايات الرجاء. انا بميل للتهاون، اقرا ايات الجهاد. انا بميل للكسل، اقرا ايات الدينونه. احفظ بس ما تسيبش نفسك. قاوم ابليس فيهرب منك. لما يجي الشيطان ويلاقيك متحصن يفكر 1000 مرة قبل ما يحاربك. ومن كتر ما قريت ومن كتر ما حفظت هتبص تلاقي نفسك عندك خبرة في الحرب ربنا بيديها لك. تحس الحرب وهي جاية من بعيد، في حرب جاية لازم استعد أكتر، أصلي أكتر، أعمل مطنيات أكتر، أتناول أكتر، أعترف ألحق نفسي. أنا حاسسها في قلبة جاية كده شامم ريحتها من بعيد. ده اسمه الإفراز الروحي اللي عند الآباء، كانوا بيشوفوا الحرب وهي جاية يحسوها.
نتيجة العشرة ومحبة الله. طولت عليكم قوي 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 وكلمت في نقط كتيرة قوي، وأكيد نسيتوا كل اللي أنا قلته. ما نسيتوش؟ طب نراجع. إحنا الأول اتكلمنا على الحرب الداخلية والحرب الخارجية. قلنا إيه هي الحرب الداخلية؟ حرب مصدرها الإنسان. الشيطان ما عملش فيها حاجة. أفكاري، شهواتي، رغباتي الغلط في المعرفة، دي اسمها الحروب الإيه؟ الداخلية. وقلنا الحروب الخارجية مصدرها الشيطان أو أعوان الشيطان أو أصدقاء السوء أو العثرات اللي ممكن الإنسان يتكعبل فيها، صح؟ وبعدين قلنا لما الإنسان بيجي يقع في الحرب، مراحل الحرب الخارجية نمرة واحد العرض، يقابلها من الإنسان حاجة من الاثنين، يا القبول يا الرفض. وبعدين بعد كده في إيه؟ سقوط. السقوط حاجة من الاثنين، يا سقوط وقيام يا سقوط وإدمان، صح؟ وكل دي الإنسان يقدر يوقف الحرب في أي وقت. طب أوقفها إزاي؟ قلنا بعض الحلول، قلنا ثلاث حلول كفاية عليه. نمرة واحد، عليه اتكل قلبي فانتصرت. الحل الثاني هو يقول لي مفيش فايدة وأنا أرد عليه أقوله إيه؟ مالكش دعوة. آخر واحدة إن قاوموا إبليس فيهرب منكم. قاوموا إزاي؟ بإن إحنا نكتر كلمة الله. ربنا يديني ويديكم حياة النصرة بشفاعة الست العذراء مريم. لإلهنا كل قوة مجد الآن وإلى